السلام عليكم متابعين الكرام، أنا عبد الرحمن وكالعادة مع دحمان معلوماتك بالمجان، مع دحمان تشويقك ضمان، ومع دحمان الكل يشاهد صغير وكبير وانت وأسرتك في أمان. مع دحمان خليك هنا ولا تروح مكان، ولا تنسانا من اللايك والشير، بس نبغاهم الآن وصلوا على النبي. بلا شك فإن الجهل ضار للغاية، لكن بعض الأوقات النادرة ربما تكون بعض المعرفة في بعض الأوقات أكثر ضرراً وخطراً على المجتمع، وليس هذا رأيي فحسب، بل هو رأي الكثير من علماء الاجتماع والتربية والعلوم السياسية حول العالم، وهو رأي معلم البشرية وقدوتها وهادي الأمم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي استعاذ بالله من العلم الغير نافع. لقد دعا رسولنا الكريم الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه وعنا كل علم لا ينفعنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما ما نتحدث عنه اليوم علم لا ينفع، وربما أيضا هو علم مضر جدا وكارثي جدا. موضوعنا اليوم عن علم أثار الجدل بشكل كبير والخوف الكبير أيضا عند العرب المهاجرين في الدول الأوروبية. فلأول مرة على اليوتيوب نحن هنا اليوم لنتناول هذا الموضوع الحساس جدا والخطير جدا، وكما عودناكم فإن غرضنا من تناول أي موضوع حساس هو العلم والمعرفة فقط وليس لهدف آخر. فأرجو المعذرة منكم ومن أسركم، لأن حلقتنا هذه ستكون للكبار فقط. أحبتي الكرام، تهاجر الكثير من الأسر العربية إلى أوروبا والكثير من دول العالم مثل أمريكا وكندا، وتأتي هذه الهجرة من أجل البحث عن حياة أفضل بالنسبة لهم، ومن أجل تخطي حالة الفقر التي يعيشونها، ومن أجل البحث عن حياة ربما تكون أكثر أمناً من بلادهم. ومع ذلك تجد الكثير من الأسر العربية ما يتطلعون له من حياة يعتقدون أنها كانت بمثابة الحلم بالنسبة لهم، إلى أن يصطدموا بالواقع المرير. والأمر الخطير حين يذهب أبناؤهم وأطفالهم إلى المدارس الأوروبية، التربية الجنسية في كل المدارس هي من الأسس ضمن المناهج الأوروبية والأجنبية، أمر واقع ولا مفر منه، بتعلم أشياء يعتبر تعلمها بالنسبة لهم كمسلمين هو شيء خطير ومكروه، ويؤدي حتما لكارثة وفق معتقداتنا وأخلاقنا العربية، كما أنه سيؤدي لكارثة أكبر وفق تعاليم ديننا الإسلام الحنيف. وحتى يتضح الأمر أمامنا يجب أن نعرف باختصار ما هي التربية الجنسية في المدارس. تسميه منظمة اليونسكو التثقيف الجنسي الشامل، وهي على حد تعبيرهم أنها عملية تعليمية أساسية تتناولها الجوانب المعرفية والعاطفية والجسدية والاجتماعية للجنس، وتهدف هذه التربية الجنسية إلى تزويد الأطفال والشباب بكل المعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق رفاهيتهم وتطوير علاقتهم الجنسية المحترمة على حد تعبيرهم. يا أخي محترمة إيش بالله عليكم؟ والله التعريف بحد ذاته مقزز. نكمل وأعذروني يا كرام. كما تهدف التربية الجنسية للأطفال إلى تعزيز قدرة الأطفال على اختيار رفاهيتهم الجنسية وضمان حقوقهم وعدم التمييز، كما تساعد التربية الجنسية الشاملة وفق تعبيرهم أن تجعل الأطفال في مأمن من خلال تعليمهم عن أجسادهم وكيفية الممارسات التي تؤدي بالفتيات إلى الحمل. أحد فاهم شيء؟ أقول لكم ياها بالتبسيط، يعني يعلم البنات الأطفال إنه هذا النوع من الجنس يخليك تحملي، أما هذا النوع الثاني ما عليك خذي راحتك. خلينا نكمل التعريف اللي أصابني بالغثيان. ويجب أن تؤدي التربية الجنسية الشاملة إلى زيادة التثقيف عن كيفية استخدام الواقي الذكري ووسائل منع الحمل الأخرى، والتقليل من ممارسة الجنس غير المحمي. كما تهدف التربية الجنسية إلى تقليل عدد الشركاء الجنسيين لتحقيق تغيير إيجابي، كما أن هذه التربية يجب أن تكون بالمشاركة مع الأبوين الذين لهم دور كبير في مراعاة ميول أبنائهم وتوجهاتهم الجنسية. وأنا شايف أنه إلى هنا كفاية بالله عليكم،
والله هذا الكلام جدا خطير، والتعريف لوحده صدمني، صدمني فعلا يا جماعة الخير. والكارثة الأكبر في الأمر أن كل دول أوروبا وإمريكا وكندا تتبنى تعريف اليونسكو لمفهوم التربية الجنسية، وهنا تبدأ المشكلة الكبيرة بالنسبة للعرب المهاجرين، فهم مجبورون أن يتعلم أبنائهم هذه الثقافة بشكل صريح في المدارس. والكارثة الأكبر أن الآباء والأمهات العرب مجبورون أكثر على مساعدة أبنائهم على تعلم هذه التربية الجنسية. وهنا لدينا سؤال يخطر على بال الجميع، ترى أين الخطر في الموضوع؟ أنا كعربي مقيم في أوروبا لن أجبر أبنائي على تعلم هذه التربية وهذه الأشياء. وهنا تأتي الصدمة، فلو علمت المدرسة أن الأبوين العرب يمنع أطفالهم من تعلم هذه الثقافة أو يمنع الشباب من الممارسة الجنسية الآمنة على حد تعبيرهم، فسيتعرضون للمساءلة القانونية، وربما يتعرض الأبوين للسجن، وربما تمنع الحكومة الأبوين من مشاهدة أطفالهم لعدة أشهر. بالتأكيد هناك من يشاهدني الآن من العرب المهاجرين في أوروبا، وأنا على ثقة أنهم يقولون الآن كلامك صحيح يا عبد الرحمن، لأننا في هذه الحلقة وفي كل حلقة لا نأتي بالمعلومة من أي مصادر ضعيفة أو روايات ركيكة، بل نبحث وندقق ونراجع ونترجم ونتمعن حتى نأتي بالمعلومة من مصدرها الأساسي وبلا جدل. ولكن يبقى هناك درجات متفاوتة في هذا الموضوع بين بلد أوروبي وآخر، فالسويد ليست كألمانيا وإمريكا ليست ككندا بدرجة كبيرة، ولكن على كل حال ربما تختلف طريقة تقديم التربية الجنسية من بلد أوروبي لآخر، إلا أن الكثير من علماء النفس والاجتماع يجمع بأن الهدف من هذه التربية الجنسية هو هدف واحد حتى وإن اختلفت الطريقة أو الدرجة. نعود لموضوعنا لنفهم أكثر. في عام 2021 تم إطلاق منتدى الشراكة العالمية حول التربية الجنسية الشاملة من خلال 60 منظمة منتشرة عبر قارات العالم جميعاً، وقد أنشئ هذا المنتدى العالمي بالتشارك مع اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، ويهدف هذا المنتدى العالمي إلى تبادل المعلومات ونشر السياسات في المناهج التعليمية حول التربية الجنسية الشاملة. وكان من ضمن الأمور الصادمة التي أكدت عليها وأدخلتها هذه المنظمة العالمية في المناهج التعليمية في أوروبا هو منع إخفاء الهوية الجنسية عند الأطفال والشباب. واللي ما فهم المقصود بمنع إخفاء الهوية الجنسية هو أنه يقدر الطفل أو الشاب في مدرسته من تحديد ميوله الجنسي، سواء كانت طبيعية أن ينجذب الذكر نحو الأنثى أو تكون شاذة بمفهومنا كاللواط أو السحاق. نعود للموضوع، فالمثير في الأمر لم يبدأ بعد. في عام 2021 رفعت امرأة سويسرية قضية في المحكمة، حيث أرادت هذه المرأة إعفاء طفلها من أن يتلقى مواضيع تتعلق بالحرية الجنسية والتربية الجنسية في الفصل الدراسي، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت هذا الطلب، واعتبرت أن قرار الرفض هذا يأتي ضمن حقوق الأطفال والشباب في التربية الجنسية الشاملة. ففي سويسرا الآن يشجع القانون العام المعلمين على الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالجنس والصحة الإنجابية في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وتؤكد على ضرورة الحرية الجنسية عند الشباب. تعجبت من حجم هذه المعلومات والمصادر في هذا الموضوع الخطير، ولكني هذه المرة لن ألجأ للدراسات أو الأبحاث أو المواقع الإلكترونية، ولكني خطر على بالي أن أخذ المعلومات من مصدرها ومن تجارب الآخرين، فقد أجريت عدة اتصالات بواسطة بعض الأصدقاء مع بعض العرب المقيمين في الدول الأوروبية، وقد وجهت لهم الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. ففي اتصالي الأول مع إحدى السيدات العربيات التي هاجرت إلى ألمانيا برفقة زوجها وأطفالها، وقمت بطرح ما ذكرته في هذه الحلقة وبتوجيه بعض الأسئلة لهذه السيدة. هل حقا ما ذكرناه حقيقة وتطبق في المدارس؟ فكانت إجابة السيدة بكل صراحة، نعم إنها الحقيقة. تقول السيدة التي تمتلك عدة أبناء في المدارس الألمانية: لقد قدمت إلى ألمانيا منذ 10 سنوات وكان أبنائي صغار ذلك الوقت، ولكن الحقيقة التي صدمنا بها في المدارس الألمانية أن المناهج الدراسية للأطفال تحتوي على مواد التربية الجنسية الصريحة، ويطلب منا على حد تعبيرها
المساعدة في تعليم الطفل لهذه الأمور الجنسية. فعلى سبيل المثال، تقول السيدة أن في إحدى المرات نظمت المدرسة رحلة للطلاب ومن ضمنهم ابنة البالغة من العمر 10 سنوات إلى مركز استشاري للتعرف على وسائل منع الحمل وطرق الإجهاض والجنس الآمن الذي لا يؤدي للحمل والأمراض. لقد علموهم ضرورة وضع الواقي الذكري وكيفية وضعه. وفي اتصال آخر مع أحد الأشخاص العرب المهاجرين إلى النمسا، يقول: صدمت عندما علمت أن مناهج ابني في الصف 8 تحتوي على موضوعات جنسية بحتة بكل تفاصيلها، وليس من وجهة نظر بيولوجية أن هذه امرأة وهذا رجل، لكن من وجهة نظر اجتماعية وعاطفية. والكارثة في الأمر على حد قوله، في إحدى المرات جعلتهم يشاهدون أفلاما عاطفية عن علاقة الصبي بالفتاة. وتقول أم عربية مهاجرة من عام 2016 إلى النمسا أن الأمر هو كارثي بأكثر مما تتصورون. فحسب تجربتها مع أطفالها، تقول هذه الأم أن المنهج المدرسي والمعلمات يهتمون اهتماما بالغ بالتربية الجنسية، وهذا ما جعلها تشعر بالصدمة عندما علمت أن من ضمن الأمور التي يتعلمها الطفل في المدرسة هو ضرورة معرفة هويته الجنسية وميوله نحو أي نوع يريده، فهذا حقه. أحبتي، تسعى الكثير من المنظمات العالمية حاليا لربط أي مساعدة تقدم للدول العربية بالضغط لإدخال التربية الجنسية في المدارس العربية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن هناك بعض الموافقة في دولة تونس لإدخال التربية الجنسية، ولكنها لن تكون شاملة. إن الخطورة في موضوع التربية الجنسية للعرب المهاجرين إلى أوروبا أن الأطفال يكونوا مستعدين نفسياً لهذا النوع من الجنس خارج الزواج. الخوف أن يقتنع الأطفال أن هذا الشيء هو الطبيعي وأن منعه هو الشاذ. الخوف أن يشك الأطفال العرب بتعاليم دينهم الحنيف التي تؤكد أن مثل هذه العلاقات لا تكون إلا بالزواج فقط. الخوف أن يتشجع الأطفال للميل نحو العلاقات الشاذة باعتبارها أمرا طبيعيا في أوروبا. أن تتعلم فتاة أنه يمكنها أن تمارس الجنس خارج إطار الزواج ولكن بطريقة لا تؤدي للحمل، فهذه كارثة. أحبابي، لن أقول أو أروي كل ما قاله من تواصلنا معهم من آباء وأمهات العرب المهاجرين إلى أوروبا، لأن كثيرا مما قالوه مخجل ومقزز وصادم للغاية. ولن أقول لكم لا تهاجروا إلى أوروبا، فلكل منا حياته التي يفكر كيف سيعيشها، فكما للهجرة مساوئ كثيرة إلا أن لها منافع أكثر. لكن الكثير من الأسر الذين تواصلنا معهم تمكنوا من تجاوز هذه الكارثة، ولكن بصعوبة وبثمن كبير. الكثير يبحث عن المدارس العربية التي بدأت تنتشر في أوروبا، ولكن للأسف فهي ليست كافية حتى اليوم، إضافة إلى أنها مكلفة ماديا بصورة أكبر من المدارس الأوروبية. أصابتني هذه الحلقة بالصدمة من حجم هذه المعاناة التي يعيشها العرب في أوروبا، ولكن على كل حال فهم في صراع بين العيش بكرامة والتمسك بالقيم والدين. سبحان الله، كيف لرسولنا الأمي أن يلهمنا دائما ويذكرنا بكل الأوقات التي سنمر بها. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. دعواتنا لكل إخواننا وأخواتنا المهاجرين إلى دول الغرب بأن يسترهم الله ويمكن لهم دينهم ويبعد عنهم وعن أبنائهم كل سوء. متابعين الكرام، انتهت حلقة اليوم. تذكر الاشتراك ليس إجباريا بل اختياري، ما بقي لنا شيء وندخل 100,000، باقي بس 3,000، فأنا محتاج فزعتكم إنه في هذه الحلقة ندخل 3,000. واتذكر دائما إنه تفعيل الجرس لمشاهدة الفرص، وأكتب تعليق يخليك أنيق، وأضغط لايك قبل أقفل المايك، وصلوا على النبي. ونهاية كل حلقة نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير.